أنا سمعت الحوار اللي بهدلتك فيه. دي إزاي مرات ابني دي؟ مش مقدرة ولا حاسة إن حماتها ملهاش مكان تقدر تنام فيه؟ هو أنا يعني لو كنت لاقية مكان كنت جيت هنا؟ يعني أروح أنام أنا في الشارع مثلاً؟ بتبص على إيه؟ يلا اتحرك خلينا نام. مفيش حاجة، قاعدة كده أشم شوية هوا. هوا؟ بس أنا شايفة إن مفيش أي هوا هنا، ده تقريباً مكان مقفول كله. أيوة ده حقيقي، مفيش هوا هنا، لكن أنتي اللي بتعملي إيه هنا في ساعة زي دي؟ أوعي تقوليلي إنك بتشمي شوية هوا، لأن واضح برضو إن مفيش هوا. أصل أنا كنت جاية أشوف ليه الهوا ما بيجيش لحد هنا. تمام. ارجع ارجع، تعال 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 تعال، امسك. كفايه كفايه كده بس، مش قادر. خلاص كفايه، لو انتوا عايزين تبهدلوني بهدلوني زي ما انتوا عايزين. ما انتوا اصحابي، كلنا مع بعض وشربنا مع بعض وقضينا احلى اوقات مع بعض. ده علشان كنتوا الاتنين كنت باخد الهدوم القديمة من صاحب الشغل، علشانكو كنت بشرب المية السخنة وسبت لكم المية الساقعة في التلاجة. خلاص اعملوا اللي انتوا عايزينه. هو انت لوحدك اللي بتضحي علشاننا؟ ما احنا كمان برضو بنضحي عشانك. فاكر لما الشرطة جريت وراك خطرنا بحياتنا عشان ننقذك؟ ها؟ انت مش فاكر ساعتها بسببك حصل ايه؟ الشرطة خلتنا نقعد في الشمس، فاكر؟ قاعدين في الشمس 3 ساعات بحالهم. هو احنا عملنا كل ده عشان مين؟ عملنا كل ده عشانك وانت ما قعدتش في الشمس. يا شباب احنا المفروض نتكسف، نتكسف اننا بنتخانق زي القط والفرع على حاجة تافهة، بس اكيد مش هتبقى تفهم منك بجد. عيب علينا عيب علينا، احنا لازم نبقى مكسوفين. انت عندك حق يا صاحبي في اللي بتقوله، الفندق ده خلانا نتصرف بجنون.